The dielectric to be used in a parallel plate capacitor has dielectric constant 3.2 and dielectric strength 1.5 times 10 to the power 7 يعني الE volt per meter. The capacitor is to have the capacitance of مديني C and must be able to withstand يتحمل maximum potential difference الV. What is the minimum area عايز الإيه؟ طبعا طالما طلب الإيه يبقى لازم نكتب معادلة السي اللي هي إبسلون نوت أو نقول كي إبسلون نوت إيه على دي. الكي عندي إبسلون نوت ثابت، الإيريا مطلوبة والسي عندي، فاضل الدي، واحنا عارفين إن الفي بتساوي إي في دي. عندي البي والإي أقدر أجيب الدي، بقول كي إبسلون نوت إيه وتحت في على دي. السيم الدهاني 1 4 5 10 سالب 9، الكي 3.2، الإبسلون نوت ثابت، الإيريا مطلوبة، الفي 5 2 0، هنا في على إيه. دي بتساوي على ايه؟ ال E قال لي 1.5 × 10^7، اذا ال A كذا متر تربيع. احنا عايزين دي، هلم دول هنا كده، يعني 1.415 × 10^9، بعدين اضرب في 5200 × 1.5 × 10^7 واقسم على 3.2 ونقسم على الابسلون نوت. تعملها بقى بالطريقة اللي انت عايزها، طلعت 0.0177 متر سكويرد.